70 عاما على اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949، والتي ولد من رحمها القانون الدولي الإنساني بعد معاناة طويلة ومريرة جرعتها البشرية خلال حربين عالميتين. دور الكويت يعني مشهود له عالميا ودوليا وعلى كافة الأصعدة وعلى كافة المحافل. يعني الكويت لاعب أساسي، والكويت يعني من أكثر الدول التزاما تطبيقا والتزاما لهذه الاتفاقيات. احنا من خلال ال 26 سنه اللي موجودين في الكويت لاحظنا انه في دعم مهم للانسانيه، للعمل الانساني بشكل عام، وخصوصا بتفاهم توعيه لاتفاقات جنيف. بنلاحظ هذا الشيء بدعم الشغل الانساني بشكل عام ونشاطات اللجنه الدوليه للصليب الاحمر خاصه. المعهد الدبلوماسي الكويتي تبنى هذه الندوة المتميزة هدفا وتوقيتا، تأكيدا على اعتزاز دولة الكويت في أن يقع عليها الاختيار لتكون مقرا إقليميا للجنة الدولية للصليب الأحمر. اليوم احنا كنا باستضافة المعهد الدبلوماسي للاحتفال بمرور 70 عام على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكانت الأمانة العامة للجنة الدولية القانون الدولي الإنساني كانت حريصة كل الحرص على المشاركة في هذه الاحتفالية ودعم كل عمل إنساني تقوم به دولة الكويت وممثلة، سواء كان من طرف الصليب الأحمر أو من جمعية هلال الأحمر. واليوم سعدنا وشرفنا بمشاركة نخبة من الزملاء الأخوان في القيادات في جمعية هلال الأحمر والخارجية والمعهد الدبلوماسي والمعهد القضاء والصليب الأحمر الدولي.